قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك من أن تصلي 100 ركعة. الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه. الحديث. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن ثم رأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظمه الله تعالى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن ويعجبه فهو يحب الله ورسوله، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله ورسوله. وقال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: حامل القرآن حامل راية الإسلام، لا ينبغي أن يلهو مع من يلهو، ولا يسهو مع من يسهو، ولا يلغو مع من يلغو، تعظيما لحق القرآن. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: رأيت الله تعالى في المنام فقلت: يا رب، ما أفضل ما يتقرب به المتقربون إليك؟ قال: بكلامي يا أحمد. قال: قلت: يا رب، بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة فله بكل حرف 100 حسنة، ومن قرأه وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف 50 حسنة، ومن قرأه في غير الصلاة وهو على وضوء فله بكل حرف 25 حسنة، ومن قرأه على غير وضوء ف10 حسنات. فليغتنم القارئ فضيلة الأدب مع القرآن ليكثر ثوابه وحسناته، وليكن متأدبا حال القراءة بأن يكون على أكمل الأحوال من الطهارة واستقبال القبلة وسكون الجوارح وقلة الالتفات مع جمع الهم وترك تفريق النظر، وأن يكون نظيف البدن والثياب والمكان طيب الرائحة. فإن قرأ على غير مثل هذه الحالة فله ثواب جزيل، لكنه دون ثواب المتأدب، وكلما زاد الأدب زاد الثواب. ومنه أي الأدب الترتيل كما أمر الله تعالى به. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. ولأنه أقرب إلى تعظيم القرآن ويعين على الحضور. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران أرتلهما وأتفهمهما أحب إلي من قراءة القرآن كله هذرمة. وينبغي إذا مر بآية سجدة أن يسجد، وكذا إذا سمعها من غيره، ولا يصح السجود إلا بطهارة عن الحدث والنجس. وفي القرآن 14 سجدة ليس منها سجدة صاد. وينبغي إذا مر بآية تسبيح أن يسبح، أو استغفار أن يستغفر، أو دعاء أن يدعو، فقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن مر بآية رجاء سأل، أو بآية خوف استعاذ. ويقول في ابتداء القراءة:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لما في آيتي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وينبغي للقارئ أن يحسن القراءة من غير تمطيط مفرط ولا تشبه بالغناء وإنشاد الشعر. قال صلى الله عليه وآله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وفي رواية: زينوا أصواتكم بالقرآن. وليحذر من الرياء والتصنع للناس فيحبط عمله، فإن من أهم الآداب وآكدها وأوجبها أن يكون التالي مخلصا لله تعالى في تلاوته ومريدا بها وجه الله والفوز بثوابه والتقرب إليه تعالى. وينبغي النظر في المصحف والقراءة فيه، فقد كان كثير من الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون في المصحف ويكرهون أن يخرج يوم ولم ينظروا في المصحف. ولي فائدة الرسالة حتى أدمج كتاب الله وسنة رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الدعاء للهدى والدلالة على الخير والتوجه إلى مرضاته وبكاءه سبحانه وتعالى. أما حسب علم الله مصحح نياتي بالدارين. الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين. اللهم أغنا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى وأجبنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا فتاح قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم نسألك لنا ولأهلنا وأولادنا وذريتنا وأحبابنا وكل أحسن محيين أبدا من خير ما سألك من عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. حول البحر المحيط من كلام الله المحيط الذي يلتقط منه أرباب الوجهة إلى الله أعز الجواهر وأغلاها، سمعنا هذا الكلام النفيس حول ما يتعلق بالآداب والتقرب إلى رب الأرباب بتلاوة الكتاب والغوص على فهم معانيه والتدبر لما جاء عن الباري تعالى في علاه، حتى سمعنا قول ابن عباس: لأن أتلو سورة البقرة وآل عمران وهما الزهراوان من أعظم سور القرآن، أتفهمهما وأتدبرهما أحب لي من أن أقرأ القرآن كله هذرما بلا تدبر ولا تفهم ولا تأمل للمعنى. وقد علمنا أن العلوم الواسعة وسط القرآن، وقد أشار الإمام الحداد: فإن فيه الهدى والنور فيه معا، والعلم والفتح، والعلم والفتح أعني الكشف للحجوبي. فالمعارف الرفيعة العلية والعلوم اللدنية القرآن أصلها ومعدنها وسرها وموطنها وجوهرها. ولهذا عبر بذاك التواضع وتلك الحكمة في الكلمة عن عظيم هذه المنة سيدنا علي بن أبي طالب
عبر عن عظيم ما خصوا به وأوتوه من قول الله تب من قولهم من قوله لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بيتي بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه أحدنا في كتاب الله، أي جعل لنا من رعاية الله ورسوله ما يكون غوصنا على معاني الكتاب بيسر وسهولة ليست لغيرنا، فعندنا في ذلك مزية وخصوصية، فكانت هذا أعظم المزايا خلافة في الدعوة إلى الله تعالى والدلالة على الله تعالى. ويحتاج الداعية إلى الله تعالى أن لا يسترسل في ذكر كثير من الكلام، وإن كان من الحق الصرف من الحق الخالص، رعاية لشان نفوس البشر في جلبها إلى الله تعالى. وقد قال سيد الدعاء وإمامهم وأخوفهم وأرجاهم وأعلمهم: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لجرددت هذا البيت إلى قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابان ملتصقان بالأرض، ولكن ترك هذا الأمر الذي يحبه رعاية للنفوس التي حواليه ممن أسلم قريبا. فكذلك شان الداعية إلى الله عز وجل، لا يندفع وينطلق ومعتمد على أن الذي يقوله من الحق، وهل كل الحق يقال، وهل كل الحق في كل محل يقال، وما هو الموطن الذي يجب أن تقول فيه الحق ولو كان مرا، وأين يراعى السكوت عما يجوز السكوت عنه، وأين يحرم السكوت في بيان ما يجب بيانه للناس. فهذه موازين وأسس يحتاج إلى الفقه فيها من أراد أن يخاطب الناس أو يكلم الناس أو ينتسب في منتصف الدعوة إلى الحق رب الناس جل جلاله وتعالى في علاه. فلأجل هذا سمعنا مثل كلام ابن مسعود: ما حدث أحد قوما بحديث لا يفهمونه إلا كان أو لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة عليهم أو على بعضهم. وقال: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فتكون أنت السبب في ذلك. إذن فلا بد من الحكمة ومن المعرفة، وهذا سيدنا علي نفى الخصوصية. ومن غير شك أن الخصوصية بالنسبة للأحكام العامة بفرد جديد أو تحريم جديد أو بأحد شيء حرام على غيرهم ليس فيها شيء من ذلك، كما يتبادل الأذهان بعض الجهل أو الغافلين. فليس في منهج أهل بيت عليه الصلاة والسلام مما أوتوه شيء يحل لهم ما يحرم على غيرهم، ولا يجوز لهم ترك ما يجب على غيرهم، بل الأمر آكد عليهم فيما أمر بغيرهم، والنهي أشد عليهم فيما نهي عنه غيرهم. يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فكذلك كانوا وكان أوائلهم في محل تلك ذاك الشرف وتلك المسؤولية والمهمة الكبرى، كانوا قدوة لمن عداهم من الناس. وقد أوتي سيدنا علي باعا في العلم لم يوته غيره، وصح في الحديث عن نبينا: أنا مدينة العلم وعلي بابها. كرم الله وجهه ورضي عنه. ومن هنا كان أكابر سادتنا الصحابة في مسائل العلم يرجعون إليه، كسيدنا الصديق، سيدنا الفاروق في قضاياهم المهمة ومسائلهم العويصة. وقد كانوا إذا تشاوروا مع الصحابة لا يخرجون عن رأي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ففي شان هذا القرآن والفهم الذي في القرآن، تدبر لمعنى القرآن،
وإحسان تلاوة القرآن والتدبر لمعاني أمر ضرورة من ضرورات سيرنا إلى الله، من ضرورات أدبنا مع الله، من ضرورات إيماننا بالله وإيثارنا لله على ما سواه. قد تقدم الكلام والإشارة إلى معاني الرؤية إلى الحق تبارك وتعالى والنظر إلى وجه الكريم، أن من المسائل التي بين جمهور أهل السنة فيها وبعض طوائف المسلمين نقاش ونظر إلى الأدلة. وقد قلنا أن ما يتوهم من جميع التصوير ومن جميع التجسيم ومن جميع الحصر في الجهة منفي عند الكل، منفي عند الكل، فلا يتأتى أن يكون هناك جسم ولا جهة ولا كيفية تشابه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه، وهي عبارة عن تجل عظيم من الرحمن الرحيم أراد أن يستعجله سيدنا موسى في الدنيا ولم يعط ذلك في الدنيا لأحد، فقال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فما بقي بعد ذلك ما يكرم به العباد في قربهم من الملك الجواد تبارك وتعالى فيما يعبر عنه بالرؤية وبالنظر، ليس معناه شيئا مما يشابه رؤية الصور ولا الأجسام ولا انحصار في كيفية ولا جهة ولا شيء من ذلك من كل ما يخطر على بالك قط 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 قط، وإنما يعبر عن ذاك التجلي من حضرة الله فيما يكشف عن قلبك من الحجب لتكون أعلم وأعرف به سبحانه وتعالى بعظمته وبجلاله وبكبريائه، وأبصر بنوره الذي لولا حجاب العزة لأحرقت سبحات نوره أجناس الوجود وأجزاء الوجود كلها. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. أنت اللي يصعب عليك أن تحدق بعينك في الشمس المخلوقة التي ستكور والتي تكسف من وقت إلى آخر إذا حدقت فيها كم دقائق وعشر دقائق ورجع بصرك في حالة وخشيت على نفسك العماء، فكيف بنور السماوات والأرض الحق الحي القيوم الذي ليس كمثل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. فما معنى قول الإمام أحمد فيما قرانا فضل القرآن في رؤية الحق تعالى في المنام إلا تجل وكشف لحجاب من غير كيف ولا انحصار ولا جهة ولا صورة. فكان ما كان من سؤال أفضل ما يتقرب إليك المتقربون بكلامي يا أحمد بفهم أو بغير، قال بفهم وبغير فهم لا يخلو تلاوة القرآن في قربة إلى الله تعالى ولو كان القارئ لا يفهمه، كما يتقرب بذلك من لا يعرف العربية ويتلون القرآن ولا يقدرون ما معناه فيثابون، كما سمعنا في كلام سيدنا علي أن التالي بغير وضوء أي من غير مس للمصحف حفظا فينال ثواب 10 حسنات على كل حرف، لا ليس ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف. وكذلك إذا تلا القرآن وهو متوضئ خارج الصلاة فلو بكل حرف 25 حسنة، فإن قرأه في الصلاة وهو جالس مثل صلاة النافلة وهو جالس فله بكل حرف 50 حسنة، فإن قرأه في الصلاة وهو قائم فله بكل حرف 100 حسنة. فهو يقول الحمد الحمد فيكتب له 400 حسنة، لله فيكتب له 400 حسنة، وهكذا كلما قرأ فله بكل حرف 100 حسنة. لا إله إلا الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول قل هو الله أحد، فيأخذ له من
من الحسنات على هذه الآية وحدها 1,200,000 حسنة، وهكذا كم 1,200,000 حسنة على قوله قل هو الله أحد 1,200,000 حسنة، كل حسنة لها ثواب لا يبيد لا ينقضي لا يزول لا ينتهي يتنعم به أبدا، وهكذا بكل ما يقف. فما أعظم الربح في تلاوة القرآن، جعلنا الله من أهل القرآن. سمعت حالهم في محبة النظر في الأوراق التي كتب فيها القرآن في هذا المصحف، ولذا كثير من خيار الأمة قالوا جربنا أن تفتيح عيوننا على حروف القرآن وتأملها أفاد أبصارنا قوة، فقوى لنا أبصارنا وحسن نظرنا الظاهر إلى جانب ما يحسن من نور البصيرة ويقوي من نور السريرة. ولهذا كان النظر وهي تعوض النقص الذي يكون عندنا من الاستجماع في الحضور وغيره، فيكون فيها شغل للأعضاء بالعبادة مع التلاوة. ولهذا ينبغي لحافظ القرآن في بعض أحيانه أن يقرأ من المصحف نظران ليمتع نظرا في حروف كلام الله تعالى وكتاب الله سبحانه وتعالى، وخصوصا في المواطن التي يحتاج منا إلى تأكد في الكلمات والحروف حتى يكون على قوة. ثم لا ينسى نفسه من وقت الآخر من النظر في المصحف نظرا، ثم ليحذر أن يكثر القراءة في النظر فيضعف حفظه ويتفلت الحفظ عليه، بل يقرأ حفظا ولا ينسى نفسه من النظر في المصحف من وقت لآخر، وخصوصا ومثل السور التي هو متمكن في قراءتها يبعد عليه تضرره بقراءتها نظرا من وقت لآخر، لأن في قراءته في الحفظ استبقى للحفظ واستثبات له وترسيخ له في الذهن، فإذا اعتمد على النظر تفلت عليه الحفظ شيئا فشيئا. فينبغي أن يراعي الأمرين والجانبين، بل إلى ما وراء ذلك ذكر بعض العلماء قال إننا عصعصتنا لعيوننا في الليل في مطالعة كتب العلم حسن نظرنا وقوى نظرنا، فأحدهم يشيب ويصل 70 و80 وبصره قوي وهو يقرأ من بركة نظره في القرآن وفي كتب العلم النافع. وهكذا واليوم الناس ينظرون إلى الشاشات وكم فيها من مظلم للبصيرة ومؤثر على البصر، فذلك فيضر البصر والبصيرة، ويا مصلح أصلحنا ونور بصائرنا وأبصارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ومن قرأ القرآن، اللفظ هذا إذا جاء في الحديث فالمراد به الحفظ، يعني من قرأ القرآن يعني حفظه، من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، أي من حفظ القرآن. لا إله إلا الله. يقول ربنا تعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ولن ينقص عليه شيء لأنه مشغول بكلام رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. وحول حال البيوت التي يقل فيها قراءة القرآن إلى قراءة إن شاء الله وإلى تلاوة تكثر بعده. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم. ثم اعلم أن المقصود من القراءة حضور القلب مع الله تعالى والخشوع له، والخشوع له والفهم عنه والتدبر لمعاني كلامه والتأثر بذلك، وهذه هي آداب القراءة الباطنة، كما أشار إلى ذلك سيدنا الناظم بقوله واتلوا القرآن بقلب حاضر وجل على الدوام ولا تذهل ولا تغبي، وأشار إليها في قصيدته الرائية الصغيرة بقوله تدبر معانيه ورتله خاشعا تفوز من الأسرار بالكنز والذخر،
وكن راهبا عند الوعيد وراغبا إذا ما تلوت الوعد في غاية البشر، بعيدا عن المنهي مجتنبا له، حريصا على المأمور في العسر واليسر. فالحضور والخشية والتعظيم والوجل والتدبر والتفهم والتأثر هو المقصود والمطلوب من قراءة القرآن، فليجتهد العبد في ذلك. وإنما تلاوة القرآن حق تلاوته أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف وإقامة اللفظ بالترتيل، وحظ العقل تفهم المعنى، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار. فاللسان واعظ والعقل مترجم والقلب متعظ والجوارح متبعة للقلب والتعظيم والوجل والهيبة. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. قال الله تعالى: قد مثلوا الذي يكتفي من القرآن بإحسان ألفاظه وترتيله وتجويده وإخراج الحروف من مخارجها وتركه العمل به، كمن كتب إليه الملك أو الرئيس في كتاب يمر بأشياء يعملها وأشياء ينتهي عنها وأشياء يرتبها في المملكة قبل أن يرسل إليه يأتي وقبل أن يصله إليه. فكان يأخذ الرسالة كل يوم يقول: يا أيها الوزير قم في مملكتي بتدبير أمري كذا وكذا وابني كذا وكذا واعمل كذا وكذا وكلم فلان ابن فلان، ولا يكلم فلان ولا يبني ولا يصلح. يردد ثاني يوم وصل الملك ولا استدعى، قال تعال جيتك قمت، قال كل يوم انا اقرا حقك الرساله دي. تضحك علي تستهزي بي، تقرا الرساله يرددها ينمق الحروف والالفاظ ولا يعمل شيء ولا ينفذ شيء. يقول: انت استهزيت بي وبرسالتي بكلام تعال. فيعطيه الجزاء حقه، يعني الذي يستحقه، ما يستحق الاكرام ولا يستحق المثوبه. فواجب ناخذ رسائل ملك الملوك. يا ايها الذين امنوا، قال سيدنا ابن عباس: اذا سمعت ربك يقول يا ايها الذين امنوا فاحضر عقلك انتبه، فان بعدها امر او نهي مباشره، لابد ما يقول يا ايها الذين امنوا الا بعدها امر او نهي. انتبه لنفسك، شوف يقول لك افعل اترك، يا ايها الذين امنوا دور، يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوا بكره واصيلا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، يا ايها الذين امنوا لا تهلكم اموالكم واولادكم عن ذكر الله. بعدها امر او نهي يجيك، انتبه من اوامر الملك ونواهيه جل جلاله. نعم اقرا. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أبو نصر السراج: أقفال القلوب ما وقع عليها من الصدأ بكثرة الذنوب واتباع الهوى ومحبة الدنيا وطول الغفلة وشدة الحرص. وقال تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الله تعالى: قد ذكر لنا إذا مرينا عند آية سجدة نسجد، وقد أوجب ذلك الحنفية، إذا تلوت آية سجدة أو سمعت آية سجدة وجب عليك السجود، وهو سنة عند غيرهم، ولا يصح السجود إلا بطهارة كاملة ومع استقبال قبلة، ولا بد من طمأنينة في السجود. وقال الشافعية: أركانها النية وتكبيرة الإحرام والسجود والطمأنينة فيه، ثم الجلوس والسلام.
وعند بعض الأئمة من دون إحرام ولا تسليم، فهي نحو الصلاة، نحو الصلاة، فسلك بها مسلك الصلاة عند الشافعية ومن وافقهم. وكانوا يقولون إذا مريت بآية السجدة هذه اللي في سورة الإسراء والتي في سورة مريم لا تسجد إلا وأنت باكي، لا تسجد إلا وأنت باكي، ما تسمعوا يقول إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان يسجدون ويقول سبحان ربنا إن كان يفخرون الأذقان يبكون وأنت تسجد بلا بكاء. وكذلك لما تمر عند آية السجدة في سورة مريم قل احرص لا تسجد إلا وأنت باقي، وصف الله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وإذا يقول لك إبراهيم وموسى وإسماعيل وإسحاق وهارون وإدريس ومن بينهم النبيين من آدم ومن بعده يخرون سجد وبكية وأنت ما تبكي، عجيب البكاء لأولئك وأنت ما لك دخل فيه، وهم المعصومون المقربون صلوات الله وسلامه عليهم. قرأ. وقال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم لله. وكان عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه إذا نشر المصحف غشي عليه ويقول: هو كلام ربي، هو كلام ربي. وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. وقال بعضهم: كل آية لا أتفهمها ولا يكون قلبي فيها لا أعد لها ثوابا. وقال آخر: من قيام من 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 آداب القرآن إذا نولت المصحف قم، لا استلم المصحف وأنت قائم أو أنت جالس يناولهم واحد، قم. لو جاء لك واحد بالمصحف يناولك يا قم لكتاب الله، تناول المصحف وأنت قائم. وإذا كنتم أثناء التلاوة وناس يتلون في المسجد في المجلس لا تقوم لحد، إذا دخل اشتغل بالتلاوة ولا تقوم لحد، كن كبير يكون صغير، أنت مشغول بكلام ربك لا تقوم لحد في المجلس إلا أن يقف التالي ويسكتون من التلاوة يقوموا، إلا لا يقومون كما يفعل بعض الناس بقوا يحترمون حد من العلم والفضل يتركون الأدب مع القرآن وخلوا التالي يتلوهم يقومون يستقبلون واحد جاء، خلي التالي يسكت، وإلا أنت مشغول بالتلاوة ومن يدخل يدخل كما في حال قراءة الحديث، حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يقام لأحد لأن في كلام رسول الله حاضر والنبي حاضر معه، دخل ما طمس نوره كل نور ما نقوم لمن عاد باقي يوقف القاري ونقوم لمن دخل، وإلا ننصت إلى التلاوة سواء قرآن أو حديث ولا نقوم ولو للأب ولو للشيخ ولو لمن يدخل، ماشي هذا من الأدب مع التلاوة والأدب مع الحديث. نعم. وقال آخر: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهود نتدبرها في الصلوات ونقف عليها في الخلوات وننفذها في الطاعات والسنن المتبعات. وكلما كان العبد أوسع علما بالله تعالى كان أكثر تدبرا، فمن هنا اتسع المجال للعارفين في تدبر القرآن وفهمه. فقد قام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة يكرر: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية. وكان عمر رضي الله عنه بعد ذكر قصة سيدنا عيسى في خطاب الله له في القيامة، لأن كل أحد ينادى العرض على الله حتى الأنبياء ومن دونهم من الناس، كل ليقوم فلان فلان العرض على الله، ليقوم كل مكلف لابد يجوبه ويقوم، ولابد اسمي واسمك يطلع، يطلع اسمي يقول فلان فلان ليقوم، يقوم فلان فلان العرض على الله، ويقول نادي نادي يقوم عيسى بن مريم العرض على الله، يقوم سيدنا عيسى يقب بين يدي الله فتعلوه هيبة الله وجلاله، يقول الله: يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت الناس يتخذونه أمية لهين من دون الله، فيسقط من هيبة الله على ركبتيه. قال الوزو
ويقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. بعد أن تلتصق إحدى ركبتي بالأخرى ويقع على هذه مقابلة روح الله نبي من الأنبياء، وكيف بحال واحد منا إذا قال له الله يا فلان عملت كذا وصلات كذا، هي تقول للجباء قال إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا علم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنتم عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ينادي لقد سعد ابن مريم سعادة لا يشقى بعدها أبدا. الحبيب مر على الآية في الليل وقف عندها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وقف إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم إن تعذبهم بقى بقى كررها بقى كررها. أرسل الله سيدنا جبريل قل لعبدي محمد ما يبكيك وهو أعلم، تعالى فنزل سيدنا جبريل يا محمد يقول لك الله وهو أعلم ما يبكيك، قال مررت على قول العبد الصالح سيدنا من عيسى في أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فتذكرت أمتي وما يصنع بهم بعدي وفي يوم القيامة، رجع قال يا رب إن عبدك محمد يقول ما قد علم، يقول إنه لما مر على قول العبد الصالح عيسى إن تعذبهم فإنهم في أمته إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، تذكر أمته وما يدري ما تصنع بهم بعده وحالهم في الآخرة. قال الله ارجع إلى عبد محمد قل له إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم، إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيهم. من أحق منا بالمحبة والتعظيم من مثل هذا السيد القائم في الليل من شأننا يدعو وينادي، وجاء لنا من الله بشيء ما أحد يجيبه غيره، الله يجزي عنا أفضل جزاء، من أحق منا بالمحبة والمودة والتعظيم وإترا، من هو أب أم قريب بعيد، من أحق بمحبتنا من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. الله، هذا ذكر خبر وقوف عيسى بن مريم بين يدي الحي القيوم. الله الله، وكيف خبر وقوفي ووقوفك؟ يا الله أنت العدة لذاك الموقف وذاك المقام. قرأ. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقرأ الآية في قيامه من الليل فيتدبرها حتى ربما سقط من قيامه من شدة الخشية والخشوع، وربما يمرض بسبب ذلك حتى يعاد. وقام تميم الداري بهذه الآية يرددها إلى الصباح، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. وفي بعض الألفاظ قام ليلة حتى أصبح بآية من القرآن فيركع ويسجد. وقام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى بقوله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون يرددها. وكان مالك بن دينار رحمه الله تعالى يقول ما زرع القرآن في قلوبكم يا أهل القرآن. وقال قتادة رحمه الله تعالى لم يجالس أحد هذا القرآن إلا قام بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا لإيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. اللهم ارزقنا الزيادة بالقرآن والرفع بالقرآن والانتفاع بالقرآن. بعده
رضي الله عنكم. وقال وهيب بن الورد رحمه الله تعالى: نظرنا في هذه الأحاديث والمواعظ فلم نجد شيئا أرد للقلوب ولا أشد اجتلابا للحزن من قراءة القرآن وتفهمه وتدبره. فقال الحسن: والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وكثر بكاؤه وقل ضحكه وكثر نصبه وشغله وقلت راحته وبطالته. ولذلك قيل: من لم يتصف بأخلاق القرآن إذا قرأ القرآن ناداه الله تبارك وتعالى: ما لك ولكلامي وأنت معرض عني، دع عنك كلامي إن لم تتب إلي. فقد قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتلوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن لم تبكي عين أحدكم فليبكي قلبه، وبكاء القلب حزنه وخشيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القرآن أنزل محزنا، فإذا قرأتموه فتحازنوا. وكان يوسف بن الأصباط رحمه الله تعالى إذا قرأ القرآن استغفر بعد القراءة 70 مرة من التقصير فيها. وقال حجة الإسلام: من لم يكن له فهم في القرآن ولو أدنى فهم دخل في قوله تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. قال السراج: قال بعضهم: حجب القلوب على 4 أوجه، فمنها الختم والطبع لقلوب الكفار، والرين والقسوة لقلوب المنافقين، والصدع والغشاوة لقلوب المؤمنين. والرين هو الصدع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب، وكلما خف على القلب محبة الدنيا وشهواتها قرب تجلي معاني القرآن فيه وانكشاف حجبه، إذ القلب مثل المرآة، وهذه الأمور مثل الصدى على المرآة، والطاعات والرياضات مثل تصقيل المرآة، ومعاني القرآن مثل ما يرى في المرآة. قال الله تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ومن الحجب نقصان القلب كقلب الصبي والغبي، ومن الحجب شغل القلب بهم آخر غير حقائق العلم، وإن كان من الخيرات كتهيئة أسباب المعيشة. ومنها عدم تفكر وتذكر، وعدم معرفة طريق الاعتبار والاستبصار، إلا أنها هنا فائدة من الرجاء، وهي أن القلب المستعد بالرياضة قد تهب عليه رياح الألطاف الإلهية فتكشف عنه الحجب بغير تعمد ولا كسب. قال الحجة: ومن الحجب عن الفهم والكشف التقليد المحض بغير بصيرة. ومنها انصراف الهم إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها. ولنذكر شيئا من فضائل السور والآيات. من فضائل سورة الفاتحة: قال صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة: إنها أعظم سورة في القرآن، وأنها 7 المثاني والقرآن العظيم، وأنها أنزلت هي وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الفاتحة لما قرأت له وأنها رقية حق. من فضائل آية الكرسي: وورد عنه صلى الله عليه وسلم في آية الكرسي أنها سيدة آية القرآن، وأنها أعظم آية، وأن من قرأها في بيته لا يقربه شيطان ولا غيره، وأنها حجز من الجن، وأن من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت، وأنه في ذمة الله تعالى إلى الصلاة الأخرى،
وأن من قرأ عند النوم لم يقربه شيطان حتى يصبح. فلا يترك أحدكم قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند دخوله إلى منزله وعند النوم، واضب عليها في هذه المواطن خاصة، نوصيكم بذلك ونؤكد عليكم بذلك، لا تتركوا آية الكرسي بعد كل صلاة وعند الدخول المنزل وعند النوم، لا تترك آية الكرسي ولا تهمل آية الكرسي ولا تغفل عن آية الكرسي بعد كل صلاة وعند دخول المنزل وعند النوم، فإنها حرز حريز وحصن حصين من الشياطين والبلايا والعاهات الظاهرة والباطنة، ومما يشتكي منه الناس وينتابهم من أفعال الفجر والسحر وأنواع من الشرور. آية الكرسي من حافظ عليها بعد كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، من قرأها بعد الصلاة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واضب على آية الكرسي والفاتحة، قد ما شاء الله أكثر الأخيار والصالحين يختمون مجالسهم بالفاتحة ويجعلون الفاتحة وسيلتهم إلى الله في استجابة الدعوات، فهي أعظم سورة في القرآن كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وسلم من فضائل آخر سورة البقرة، وورد أن من قرأ الآيتين آمن الرسول إلى آخر السورة في ليلة كفتاه، أي ما أهمه، أو كفتاه من قيام الليل أو كفتاه منهما. وورد أن الله تعالى ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنز من تحت العرش، فتعلموهن وعلموهن نساءكم وأبناءكم، فإنهما صلاة وقراءة ودعاء. وقال علي رضي الله عنه: ما أعلم أحدا يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ بثلاث الآيات من آخر سورة البقرة، يعني لله ما في السماوات وما في الأرض إلى آخر السورة. من فضائل سورة البقرة، وورد اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وورد أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان ثلاثا، وأنها سنام القرآن وذروته، ونزل مع كل آية منها 80 ملكا. من فضائل سورة البقرة وآل عمران، وفي رواية: تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان تظلان صاحبهما كأنهما غمامتان. الحديث. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس. من فضائل سورة الكهف وبعض آياتها، وورد أن من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. وورد أن من قرأ في ليلة: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كان له نور من عدن أبين إلى مكة حشو الملائكة، يعني مثل هذه المسافة ما بين عدن إلى مكة يضيله نور مملوء بالملائكة. وفي رواية: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. فمن قصر فيها اليوم هذا فعليه تدارك، كان ما قراها أهمل، وإلا قروها الناس وهو قرأ منها كلمتين ونام في 10 كلمات وما إلى ذلك. قراها عاد باقي معك من المغرب ساعة وساعتين إلا ثلث، فقراها قبل ما يغيب عليك شمس اليوم. فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة مد له نور من مكان قراءتها إلى الكعبة ومكان قراءتها إلى السماء يذيل يوم القيامة. وغفر له ما بين الجمعتين. طيب، وورد أن من حفظ 10 آيات من أول الكهف ثم خرج الدجال عصم من فتنته.
وفي رواية من آخر سورة الكهف، وفي رواية من قرأ العشر الأواخر، وفي رواية من قرأ ثلاث آيات من الكهف عصم من فتنة الدجال. وقد نحن في المقدمات الدجال والمفتونين كثير، والدجال بيخرج في وقته، الله يدفع عنا شره، فنحتاج نعلم جميع بنانا وبناتنا ونسانا في الديار يقرون سورة الكهف كل ليلة، ولو خمس من أولها وخمس آيات من آخرها، فإن في ذلك عصمة من الدجال. أعظم فتنة ما بين النبي إلى يوم القيامة، ما تحصل فتنة أعظم من فتنة الدجال. ها؟ يروج العالم كله تقع هزات، والناس يجوعون بقولهم، أكل ما عادش إلا تبع الدجال، خبز معون. إذن هو خبير اقتصادي أو كيف؟ ولكن الصادقون من المؤمنين يبقى بعضهم في الجبال بلا طعام بلا تغذية، فيرسل الله لبعضهم ظباء يشربون من ألبانها، وبعضهم يجعل تغذيته في الذكر ويذكر ويتلو ويتغذى مدة أيام الدجال، حتى ينزل سيدنا عيسى قال فيخبرهم بمنازلهم في الجنة، هؤلاء الذين ما غرهم الخبز ولا الأكل ولا بالوا، صبروا على الجوع فغذاهم الله بالقرآن والذكر، قدها نعمة. وينزل عيسى ويقول منازلكم في الجنة مكان كذا كذا كذا، يخبرهم بمنازلهم في الجنة عليهم رضوان الله، والثانيين يروحون هناك، وبعضهم يقول أنا بشوفه ذا كذاب ولا بصدق، وإذا جاء عنده كفر بالله وآمن بالدجال دخل يأكل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذين يجترحوا السيئات عام، سيئات كبيرة أو صغيرة، المؤمنين أو الكفار، ليس المحسن كالمسيء. قال وأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك الحاجي، ما يستوي أهل الإحسان وأهل الإساءة. معنى الإسراء أين المنشد؟ بفاطمة قصف حالي ونلت المرام، بفاطمة قصف حالي ونلت المرام، بضعة محمد حبيب بالله خير الأنام، أعلى لها الله قادرا في العلا والمقام، نعم البتول الرضية نور كل الظلام، أم الحسن والحسين أهل المراقي العظام، لهم عطايا من المولى كبار جسام، هم سادة أهل الجنان العالية يا غلام، من حبهم صدق باي يسكن بدار السلام، ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام، أكرمت يا بضعة أحمد فنعمي بالتمام، وامنحي عبدكم في القرب على وسام، نقوم بحمل الرلا يات الهدى حسن قيام، تعم دعوته في الأكوان كل الأنام،
نلبس خلع الرثمة يصف سناها كلام يا نور قلبي ويا أمي عليك السلام في كل حال وشان كل لحظة دوام عليك صلى إلهي مع أبيك الإمام إمام كل الورى في كل خاص وعام الشافع المبتغى يوم اللقاء والزحام يوم الملائك تنادي جمع كل الأنام غضوا بصركم تمر بنت النبي بالسلام ونكسوا رؤوسكم معظمه والله مقام وتذكريني معاك عبر ومن له ذمام حاشاك يا أمنا تنسين هذا الغلام 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 محسوبكم يرتجي منكم به اهتمام أنتم برامه وما قصودا ونعم المرام يا بنت طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنا والقيام وما نلنا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والدك أزكى الصلاة والسلام وللكساء وأهل بيت تعالين المقام والصاحب أجمع ومن على هداه استقام